اخر شيء الار ان اي بوليمريز نمبر 3 هو انزيم يصنع التي ار ان اي والسمول رايبوسومال ار ان اي والسمول نيوكلير ار ان اي. هذا راح ناخذه ان شاء الله في المقارنه النهائيه بين الماسنجر ار ان اي والتي ار ان اي والرايبوسومال ار ان اي. نقطه مهمه جدا بنهايه الار ان اي، كل ار ان اي سواء كان رايبوسومال ار ان اي او ماسنجر ار ان اي او تي ار ان اي ورا ما يصنع يصير به تحوير او تعديل حتى يتحول من شكل غير ناضج غير فعال غير مستعد للترجمه الى شكل ناضج فعال مستعد لتصنيع الاحماض الامينيه. ماسنجر ار ان اي او رايبوسومال ار ان اي او تي ار ان اي ورا ما يصنع يتحول لعمليه ماتشوريشن يسموها بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن حتى يتحول من شكل غير ناضج غير مستعد لتصنيع الاحماض الامينيه. الماسنجر والرايبوسومال تي ار ان اي يتحول من شكل غير ناضج غير مؤهل الى شكل ناضج مستعد مؤهل لتصنيع الاحماض الامينيه. فعندنا التي ار الرايبوسومال ار ان اي الى بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن خاص بي، عندك الماسنجر ار ان اي الى بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن خاص بي، وعندك التي ار ان اي عند التي ار ان اي ايضا بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن خاص بي. الرايبوسومال ار ان اي الرايبوسومال ار ان اي شوف احنا عندنا الدي ان اي يترجم على شكل ماسنجر ار ان اي حتى ننقل معلومات وراثيه، او الدي ان اي يترجم على شكل رايبوسومال ار ان اي حتى نسوي لنا مصنع يصنع البروتينات، او الدي ان اي يترجم على شكل تي ار ان اي حتى يصير عندنا ادابتر لنقل الاحماض الامينيه الى مكان تصنيع البروتينات. فمن تصنيع من يترجم الدي ان اي الى رايبوسومال ار ان اي راح اجي القى مركب اولي نسميه احنا بري رايبوسومال ار ان اي، تتالف من ثلاث اقسام 28 سبيدبيرغ 5.8 سبيدبيرغ و18 سبيدبيرغ، هذني ملتحمات واحد بالثاني. هذا اللي يسمون بري او غير ماتشور او غير مستعد. تصنيع الرايبوسوم الماتشور لازم يكون ذني الاجزاء 3.1 عن الثاني حتى بعدين يتداخل ويا البروتين الكبير الرئيسي او او المركب الكبير حتى يسوي لنا مصنع او معمل لتكوين البروتينات. فطالما ذني الاجزاء ملتحمه لا معناه هذا يصير غير مستعد او غير مؤهل لتكوين المعمل مع البروتينات، فلازم يصير بين ماتوريشن. الماتوريشن هو عملية تحويله من بري ريبوسومال ار ان اي الى ماتور ريبوسومال ار ان اي بوجود انزيم يسموه ار ان ايزز، انزيم يصنع لي الار ان اي الشكل الناضج راح يقطع لي الجزء الملتحم واللي يتالف من ثلاث اجزاء 18 ب 28 ب 5.8 الى ثلاث اجزاء منفصله واحد عن الثاني حتى يتحول الى ماتور ريبوسومال ار ان اي. هذا الـ RNA. الآن الـ tRNA من الصنع شلون أسوي له ماتشوريشن حتى أخليه مستعد لنقل الأحماض الأمينية إلى المعمل لتصنيع البروتينات. الماتشوريشن خطوتين، الخطوة الأولى أنه هاي عندنا سلسلة طويلة لازم هاي تزال هاي السلسلة الطويلة حتى يقصر طول الـ tRNA، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هاي السلسلة أو هذا الجزء الصغير لازم يستبدل بالـ CCA. هذه وظيفة الـ CCA شنو؟ هذا مكان ارتباط الـ tRNA بالأحماض الأمينية. الـ tRNA عبارة عن شكل صليب مقلوب أو حرف T مقلوب. الجزء الأسفل مالته اللي هو يسمونه أنتيكودون لوب، هذا دائما يتعشق بالماسنجر RNA حتى يترجم الشفرة الوراثية على شنو؟ أحماض أمينية. وهذا الجزء الفوق اللي هو AAC هذا وظيفته إلى أنه يرتبط بالحامض الأميني حتى ينقل من مكان تصنيعه إلى المعمل حتى يكون لحمة على شكل بروتينات. فإذا الماتوريشن أو تنضيج أو Post Transcriptional Modification للTRNA خطوتين، الخطوة الأولى إزالة الجزء الطويل من نانا، الخطوة الثانية أضيف AAC حتى ينقل الأحماض الأمينية الى مكان تصنيع البروتينات. اخذنا الرايبوسومال واخذنا التي ار ان اي. الان نجي الى الماسنجر ار ان اي. الماسنجر ار ان اي شنو وظيفته؟ عفوا شنو الماتوريشن مالته؟ الماتوريشن مالته ثلاث خطوات بالحقيقه. ثلاث خطوات. الاول اضافه الكاب اللي هي هاي الجزء المربع الملون لونه مختلف اللي هو 7 ميثال جوانوسين ترايفوسفيت. هذا وظيفته هذا لازم ينضاف الى الماسنجر ار ان اي. ليش لازم ينضاف؟ حتى يطفى الثقل للماسنجر ار ان اي، من يعطي ثقل للماسنجر ار ان اي يساعد على الترانسليشن وايضا يثبت لي الماسنجر ار ان اي خلال عمليه تصنيعه وايضا يثبت لي خلال عمليه ترجمته على شكل احماض امينيه. الجزء الثاني من الاضافه اللي هي شنو؟ اضافه البولي اي تيل اللي هي اي 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 مجموعه من ادينوسينات. هذا وظيفه انضاف شنو وظيفته؟ ايضا يثبت للماسنجر ار ان اي
يساعد، هذا مهم جدا، على نقل الماسنجر ار ان اي من النيوكليوس ويطلعها من النيوكليوس ويوديه للسيتوبلازم الى المعمل لتصنيع الماسنجر ار ان اي، وايضا يثبت لي انا في الشغل الكاب ايضا يثبت لي خلال عمليه ترجمته الى ماسنجر ار الى امينو اسيد. فوظيفتهم الشاب ان الكاب ويتل بانه يساعد على عمليه تثبيته من الدي ان اي الى ماسنجر اثناء عمليه التصنيع وتثبيته اثناء عمليه الترجمة الى احماض امينيه، ولكن تميز البولي ايتر انه يساعد على خروج الماسنجر ار ان اي من النيوكليوس الى السيتوبلازم حتى يترجم على شكل امينو اسيد. هذا التحوير الثاني. التحوير الثالث شنو؟ الماسنجر ار ان اي بالداخل، شوف هنا احنا قبله هنا بالاطراف اشتغلنا باليمنى عفوا باليسار ضفنا كاب وباليمين ضفنا بولي ايتيل. التحوير الثالث الموجود به نفس طول الماسنجر ار ان اي، شنو هذا التحوير؟ التحوير عباره عن عندنا احنا مكانات بالماسنجر ار ان اي، اكو مكانات اكزون 1 اكزون 2 اكزون 3، هذين المكانات يترجمن على شكل احماض امينيه، واكو مكانات خلينا نقدر نسميها احنا مكانات زايده من الـ من النيوكليوتايد، هاي ما بيها فايده ما تترجم. فهاي المكانات الزايده اللي نوت كود فور بروتين احنا نسميها انترون او انترمينج سيكونس، هاي ما لها داعي تتواجد بالماتشور ماسنجر ار ان اي، هذين ما راح يترجمن الى امينو اسيدز. فحتى يصير ماتشوريشن الجسم لازم يتخلص من الادين فيقطعهن ويلحم الاكزون 1 والاكزون 2 والاكزون 3. فاذا ماتشوريشن الماسنجر ار ان اي ثلاث مكانات، مكان على اليسار واللي هي نضيف كاب يثبت لي ماسنجر ار ان اي اللي هو سبيل المثال جوانوسيل، وتحوير على اليمين اضيف له بولي اي تيل، والتحوير الثالث بوست ترانسكريبشنال انه نفس طول الماسنجر ار ان اي اجي اوخر كل رايبو نيوكليوتايد ما بها فائده او ما تترجم على شكل احماض امين، لان وجودها ما الى داعي، فاجي ازيلها. وهاي جزء من عمليات التصحيح والاخطاء يعني معالجه الاخطاء الوراثيه، انه خاف الشيء يحشر باي شيء زائد من الاحماض الامينيه اللي ما تفيدنا بترجمه الى شكل عفوا اي شيء زائد من النيوكليوتايد او رايبو نيوكليوتايد اللي ما تترجم على شكل احماض امينيه، الجسم لازم يتخلص من عندها حتى يصنع لي ماتشور ماسنجر ار ان اي تالف من اكزون 1 اكزون 2 واكزون 3. ملخص كلامنا كله تقدر تلخصه بهذا الجدول بين تي ار ان اي رايبوسوم الار ان اي والماسنجر ار ان اي. الار ان اي هاف ستراكشرال وظيفته ستراكشرال، التي ار ان اي هو وظيفته ستراكشرال اند ريجوليتوري، هذا يعتبر ديكشنري كقاموس يحتوي على المعلومات الوراثيه اللي تترجم على شكل بروتينات، وبالتالي بروتينات يصنع من عندها هرمون او انزيم او غيرها من المركبات الكيميائيه. هذا يعتبر فاكتوري معمل لتصنيع الاحماض الامينيه، هذا يعتبر ادابتر ينقل الاحماض الامينيه الى مكان تصنيع البروتينات، هذا عفوا فاكتور تصنيع البروتينات مو الاحماض الامينيه، انا اشتبهت بالكلمه، هذا يعتبر مصنع لتصنيع البروتينات، هذا يعتبر ناقل من اسمه ترانسفير ينقل الاحماض الامينيه من مكان تصنيعها الى المعمل اللي هو للار ان اي حتى يصنع البروتينات، هذا وظيفته مقاموس يحتوي على الشفرات الوراثيه اللي تترجم على شكل بروتين، هذا حجمه وسط، هذا يكون جدا صغير، هذا يكون شكله حجمه جدا كبير، هذا قياسه بالسبيدبيرغ، هذا 74 الى 95 نيوكليوتايد، هاي 500 الى 6000 نيوكليوتايد، هاي نسبته من مجموع الار ان اي 80% لانه معمل كبير فلازم ياخذ يعني اكثر حصه الاسد له، ف 80% من ار ان اي هو عباره عن من مجموع الار ان اي عباره عن رايبوسومال ار ان اي، هذا نسبته 5%، هذا نسبته 15%. هذا has small and large subunit، هذا بعدين احنا شاعت اضرب نشوف شكله، فانه قاعد يتألف من جزئين كبير صغير، هذا يتألف لك من يتألف لك من unusual base و anticodon. ال unusual base المقصود به المكان اللي يرتبط بالأحماض الأمينية، وال anticodon هو المكان اللي يتعشق بالماسنجر RNA. هذا الماسنجر RNA يتألف لك من tail poly A tail، ويتألف لك من cap، ويتألف لك من السلسلة الوراثية مالته. هذا اللي صنعه انزيم بوليمريز نمبر 1 وبوليمريز نمبر 3، هذا اللي صنعه بوليمريز نمبر 3 وهذا اللي صنعه بوليمريز نمبر 2. اخر شيء بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن، انه انا اجي اقطع ثلاث اجزاء الى كل جزء على حده حتى اصنع اني الماسنجر الرايبوسوم ار ان اي. هذا بوست ترانسكريبشنال يتضمن شنو؟ يتضمن اضيف التي ار ان اي، اضيف سي سي اي اللي هو مكان ارتباطه او نسميه احنا unusual base، مكان ارتباطه بالاحماض الامينيه. هذا بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن ثلاث تحويرات يمر بيه،
أضيف الكلمة.